أوه، وأخيراً ديما هون؟ أوه عمر بيك، بتعرف شو؟ هذا السؤال لازم أنت تسأله لحالك. ألف مبروك، إن شاء الله حليتوها للمشكلة. أها، ليش بهمك الموضوع؟ الله، الموضوع طبعاً كان بهمني، بس حضرتك طلعت تحتفل مع فلك خانم. ايه وين المشكلة؟ لما بتنحل المشكلة هون بتطير طيران لعند الست فلك مو؟ على فكرة أنا مرقت على مكتبك لهون قبل، وحضرتك كنت رايحة مع أمير، معناتها أنت يا ديما ما كتير مهتمة لموضوعي، ما هيك؟ لا تحكي بهالطريقة ولا تحاول تطلع حالك بريء، هاد كان شغله وأنت بتعرف. لما بصير شي بحياتك أنا أول وحدة لازم أعرف، مو فلك خانم ولا غيره. شو ما كان يكون بتجي لعندي بالأول وبتقلي. ليش؟ بصفتك مين؟